بكم حبيباتي في قناة عالم هبة. لأول مرة تشوف الفيديو نتاعي نتمنى تعمل لي اشتراك، ثاني ما تنسوش تضغطوا لي على زر الجرس لكي يصلكم الجديد، وطبعا لايكاتكم وتعليقاتكم تسعدني بزاف بزاف وتفرحني، ومرحبا وسهلا بكل من انضم الى قناتي، وشكرا جزيلا على دعمكم لي. الأظافر المتقصفة المتكسرة التي لا تطول، يعني ما تطولش، ضعيفة، عندها يعني فيها بكتيريا. جبت لكم اليوم زوج وصفات ملح بزاف، راح يعطيكم نتيجة مبهرة ممتازة في ظرف قياسي. لكن قبل البدء بالوصفتين لازم تعرفوا حاجة. أولا عندكم يعني باش تحافظوا على يعني طول أظافر مليحة وصحية، لازم تضعوا يعني أطال أظافر يكون صحي، يكون غالي، ما يكونش من نوع الرخيص هذاك اللي يعني يسبب في تكسر الأظافر. كذلك استعمال قفازات أثناء غسل الأواني الماعن، مثلا كي تغسلوا الأواني أو في المطبخ أو في الحمام، لما تغسلوا بهذوك المنتوجات يعني الكيميائية اللي ممكن تأذي اليدين والأظافر استعملوا قفازات من الأفضل. وثاني ما تقطعوش الأظافر بالأسنان، لأنه هذه الطريقة راح تخليهم ما ينموش، يعني ما ينبتوش، يعني يبقوا هكذا قصار. عدم قطع الأظافر باستعمال اليدين، يعني استعملوا كوبونج الآلة الخاصة بذلك. اغسلوا بديتول يعني يكون صحي لأيادي تبعكم والأواني. ثاني ما تحطوش الكلور، هذه الأمور تأذي الأظافر. وثاني يكون عندكم غسول خاص بالأيادي فقط. واهتموا بالأكل الصحي، بالحبوب الكاملة، بالكالسيوم، الحليب ومشتقاته. الترطيب ضروري ثاني كل ليلة. الأغذية اللي فيها الكالسيوم مليحة بزاف، كلوا الجزر، البروكلي، الطماطم، الحبوب، هذه الأمور كل راح تساهم في تغذية الأظافر. نبدأ الآن بالوصفة الأولى. الوصفة الأولى مكوناتها بسيطة وسهلة. عندكم الثوم العادي، هذا تقشريه وتقطعيه قطع صغيرة، تعمريها في قنينة هكذا يكون تكون خاصة تستعمليها للأظافر. فيها زيت زيتون عندك في البيت هكذا أخواتي، هكذا تعمروها في قنينة فيها شوية زيت زيتون، وتخلو هذيك الثوم الداخل. وكل ليلة تدهنوا الأظافر تاعكم بهذا المحلول تاع الزيت هذي، تخلوه طبعا في الأول كثلاث أيام يتخمر معاه مليح مع الزيت هكذا، تخذوا القنينة هكذا وتدهنوا الأظافر تاعكم كل ليلة. هذه الوصفة الأولى. دوك ننتقلوا الوصفة الثانية. الوصفة الثانية سهلة وبسيطة. عندنا أولا سنات من الثوم هكذا، تكوني ترحيها في بالمهرس بالهاون هكذا، تسحقيها هكذا كما هذه وحدها. نزيدو كذلك ملعقة من زيت جوز الهند، وزيت جوز الهند اللي ما عندهاش يمكن تعويضها بزيت زيتون أو زيت خروع، لهما نفس الخصائص يعني فوائد. عندنا كذلك كبسولتين من الفيتامين أ، يعني الفيتامين إي، الفيتامين أ يعني هذه تباع في الصيدلية، ليست غالية، مشي غالية. وعندنا كذلك جل الألويفيرا، اللي عندها جل الألويفيرا المركز اللي يتباع في المحلات في البارا فارماسي أو في محلات يعني عند العطار وفي الصيدلية تستعمل هذاك، واللي ما عندهاش تستعمل جل الألويفيرا الموجود عندها في البيت، يعني نبتة الألويفيرا تنحي منها الجل. نحي منها الجل ونرجع لكم. هذا هو جل الألويفيرا أخواتي، تحصلت عليه. اولا نعمل هذا السيروم اللي حكينا عليه، ملعقة من زيت جوز الهند، طبعا يمكن تعويضه بزيت الزيتون او زيت الخروع. نضيف كذلك من جل الألويفيرا ملعقة هكذا، هذا هو الجل الألويفيرا، نضيف ملعقة. نضيف كذلك كبسولات الفيتامين أ، هذه نعصروها هكذا حتى نتحصل على سيروم. هذا السيروم فعال في تطويل الأظافر، طبعا مع اتباع الخطوات اللي راح نحكي عليها لازم تتابعوها هكذا حتى تحصلي على جل يعني كريم.
جل الالوفيرا معروف يعني في الترطيب، في تطويل الاظافر، الرموش، انبات الشعر. جل الالوفيرا رائع هكذا، وتحطوها في علبة صغيرة، قفلوا عليها، خبيوها، وكل يوم في الليل استعملوا هذا السيروم. هذا رائع يعني. اللي ما عندها جل الالوفيرا تشري نبتة الالوفيرا وتنحي منها الجل هذاك، او تشريه من عند لاباغا فارماسي ولا الصيدلية. ضروري يعني، ما نقدروش نحو حتى مكون من هذه المكونات، لانها نجحت الوصفة هذه بهذه المكونات. طريقة الاستعمال، نأخذ الثوم هكذا، حبة ثوم نهرسها هكذا، ونعمل مثلا هكذا بفرك على الاظافر هكذا، نفرك الاظافر جيدا جيدا، كل الاظافر بالثوم لمدة 5 دقائق، وانت تدهني الاظافر تبعك بالثوم هذا، تخليه لمدة 10 دقائق. بعد 10 دقائق تحكم السيروم هذا وتدهنيه كذلك في الظفر هكذا جيدا مليح، تدهني جميع الاظافر تاعك هكذا. طبعا ما تكونيش عامله طالع الاظافر، انا باش وريت لكم يعني لكي اريكم الطريقه، لكن انتم تكونوا بدون طالع اظافر، يعني تكون اظافركم بدون طالع. انا باش نصور الفيديو فقط، ومن بعد نحيه هكذا، وتخلوه ليله كامله، كل ليله تستعملوا الطريقه هذه. هذه فعاله جدا، وهذه فعاله كذلك، لكن الاختيار. لما نجحت لهاش الطريقة هذه تنجح لها الطريقة هذه بالتأكيد، لأنها مجربة وفعالة. نتمنى تكون عجبتكم الوصفتين، ونتمنى تطبقوهم وتجربوهم، إن شاء الله راح يعطيكم نتائج ممتازة مع تطبيق الشروط اللي حكيت عليها. نتمنى تدوموا عليهم كل ليلة، راح كل يوم بعد يوم تلاحظوا نمو الأظافر بطريقة صحية. طبقوهم وجربوهم وما تندموش، لأن مكوناتهم فعالة وصحية جدا للأظافر. شكرا حبيباتي على الدعم، شكرا على الثقة، شكرا على الانضمام إلى قناتي، وإن شاء الله في مزيد من الوصفات الفعالة لكم. صحة فطوركم، وإلى اللقاء.